آن الأوان لتقف مع نفسك لحظة. هل أنت راضي عن حياتك؟ أم أنك تريد تغييرها إلى الأفضل؟ هل تريد أن تسمع كلاما يساعدك على فعل ذلك؟ إذن اسمعني جيدا. هل خطر على بالك يوما كيف وصل هؤلاء الناس إلى هذا الحال؟ لماذا حياتهم تعيسة؟ هل فكرت يوما كم يعانون؟ كيف يأكلون ويشربون؟ هل يعقل أنهم اختاروا هذه الحياة لأنفسهم؟ هل من الممكن أن تكون في يوم ما مكانهم؟ يا إلهي، هل تعلم أن وراء كل شخص تعيس قصة عيسى؟ هل تصدق أن من بين هؤلاء من كانت حياتهم تشبه حياتك الحالية؟ هل تصدق أن من بين أصدقائهم الذين درسوا معهم في الماضي يعيشون الآن حياة سعيدة؟ الحياة يا عزيزي عبارة عن قرارات، فيتخذ كل إنسان قراراته التي تحدد مصيره. فما أنت عليه الآن ما هو إلا نتيجة لقراراتك السابقة. فيتخذ كل إنسان قراراته ويمضي في حياته، ولن يتحمل مسؤولية هذه القرارات إلا هو. فهناك من هو سريع التعب ويتوقف ويستسلم، وهناك من يتحمل ويواصل، لأنه يعلم أن الحياة لا ترحم الكسول أو المتهاون والضعيف. فما يتحمله الآن سوف ينقذه غدا. فهذا الشخص اختار أن يتعلم بكل جد ومثابرة، لأنه يعلم ما ينتظره، فهو لن يستسلم أبدا، لأن الوقت لا ينتظر أحدا، فكل ثانية في حياته لها قيمة، وما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحا غدا. فالوقت يمر سريعا دون أن نشعر به. نعم، الأمر أحرى أن يؤخذ بجدية، فعليك أن تقرر وتختار الآن وليس غدا، وعليك أن تخطط لحياتك جيدا. فإما أن تنجح في حياتك ويحترمك الجميع لأنك تعلمت ونجحت، لأنك صبرت ولم تتهاون، لأنك سهرت الليالي، لأنك حددت لنفسك هدفا ولم تتنازل عنه، لأنك صبرت على ظروفك الصعبة، لأنك تجاوزت كل الصعاب، فاليوم تعيش نتيجة قرارك واختيارك. اليوم أنت فخر لكل من حولك، فلن يعيش أطفالك حياة تعيسة، فهم يملكون أبا لا يعرف معنى كلمة المستحيل. رجل خطط جيدا لحياته وحياة من يحب. رجل علم أنه بعلمه سوف تبحث عنه الوظائف بدلا من أن يبحثه عنها. رجل يعلم أنه هو من يحدد راتبه، لأنهم يحتاجون لما لديه من علم، ويعلمون كيف يستفيدون من علمه جيدا، ولن يتخلون عنه أبدا. وهناك من قرر أن يختار عكس ذلك، وغلبه الكسل وفضل الاستمتاع بكل لحظة. فالمهم عنده هو الشعور بالمتعة اللحظية، وغير ذلك لا يهم. فهو يؤمن بمبادئ حددها لنفسه، مبادئ تبرر لنفسه أن يعمل كل ما يريد دون أن يلوم نفسه أو يشعر بالندم. بل أنه مستعد حتى أن يدافع عن نفسه، لأنه يرى أنه يعمل كل ما بوسعه، وأن من حقه أن يرفه عن نفسه. لكن الحقيقة أنه غير صادق مع نفسه، لا يملك الدافع والحماس الحقيقي للنجاح. المشكلة أنه لا يعلم مدى القلق والتوتر الذي يسببه لوالديه، فوالده يعرف تماما مصير ابنه الحقيقي إذا استمر في العيش بتلك الطريقة، فهو يعلم ما ينتظر ابنه من حياة قاسية لا ترحم. فمشكلة الأب الآن هي كيف يقنع ابنه بذلك، كيف يغير تفكير ابنه الغالي على قلبه، كيف ينقذه من مصير بائس ومؤلم لبقية حياته.
فهو يعرف قصصا واقعية لأناس دمرتهم الحياة ويعانون كل يوم 1000 مرة، كل هذا لأنهم اختاروا أن يعيشوا متعة اليوم ولم يتعبوا أنفسهم بالتفكير بمستقبلهم. أضع مستقبلهم وأصبحوا تائهين وتحيط بهم الهموم من كل جانب، وأصبح مصيرهم مجهول والخوف من الفشل يهدد حياتهم. كل هذا لأنهم لم يحسبوا حسابا لهذا اليوم ونظروا للأمر باستخفاف، فضحكوا ولعبوا واستمتعوا ولم يتوقعوا أن حياتهم سوف تتغير يوما ما. السؤال الآن، ألم يئن الأوان أن تصحو من غفلتك؟ هل ما زلت تؤجل؟ هل ما زلت تقول كلمة سوف؟ أم أنك قررت أن تتغير الآن وليس غدا؟ هل أنت مستعد لتغيير نفسك للأفضل؟ أولا، عليك أن تلغي كلمة الخوف من قاموسك. عليك أن لا تهرب، بل واجه الحياة بشجاعة. صمم على النجاح، تغلب على جميع الصعوبات بعزيمتك القوية. ابدأ الآن ولا تؤجل، تجاوز كل الصعاب، تخلص من مخاوفك، لا تدع شيئا يوقفك مهما كان، فأنت اليوم شخص آخر. انجز مهامك ولا تعود نفسك على التأجيل، حتى لو اضطررت إلى السهر، فلو كان النجاح سهلا لوصل إليه الجميع. ثانيا، عليك أن تعلم أنك في منافسة وإن لم يخبرك بها أحد، فالجميع يعمل في صمت. حدد هدفك وانطلق، فالجميع في سباق قد لا تراه أنت. اكتشف نقاط القوة التي لديك، فكل إنسان لديه نقاط قوة لن يكتشف أحد سواك، وكل إنسان لديه نقاط ضعف، الأقوياء فقط هم من يحولونها إلى نقاط قوة. فلا مجال أمامك أبدا أن تكون ضعيفا من جديد، فإما أن تكون أو لا تكون. واصل طريقك ولا تتوقف، فبالتأكيد ستواجه عراقيل لا حصر لها. إيمانك بالله وبنفسك هو من سينقذك. ستشعر بالخوف والتعب والحيرة واليأس أحيانا، تجاهلها ولا تجعلها تؤثر عليك مطلقا. امضي ولا تهتم، فكل هذه المشاعر مر بها الجميع. منهم من صدقها وتوقف، ومنهم من سخر منها وواصل طريقه. تذكر دائما أن ما ينتظرك يستحق العناء، فلا تراجع ولا استسلام. واصرخ بأعلى صوتك وقل: لقد قررت أن أتغير، لن أفشل بعد اليوم، وكلما وقعت سوف أنهض من جديد. سأواصل طريقي للنجاح ولن أنظر للخلف، فإما أن أكون أو لا أكون.